وللمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة. دكتورة نادية، بعد التحية، كيف تقرأين أهمية ذلك المنتدى وما مدى انعكاسه على جهود نهضة التعليم التي تتصدر أولويات الدولة؟ مساء الخير يا فندم. الحقيقة المنتدى ده هام جدا، وعايزة أقول إن ده تاني نسخة من المنتدى، يعني دي تاني مرة يتعمل. أهمية المنتدى إنه عبارة عن دراسة لمواطن النجاح ومواطن الفشل والإمكانيات اللي موجودة عندنا. أنا مش عايزة أقول الفشل، أنا عايزة أقول مواطن النجاح والمواطن اللي إحنا يجب أن ندرسها إيه النواقص اللي عندنا. احنا بنقول الاتاحة في التعليم مهمة قوي، الاتاحة، بس الاتاحة برضو لازم ان يتبعها الجودة. اذا يجب ان يكون هناك التدريب للمعلم، سواء المعلم الجامعي او المعلم اللي هم لسه في المدارس. مهم قوي استخدام التكنولوجيا الجديدة، مهم قوي اني اعرف إن العالم بيتطور والوظائف بتتغير، ولازم أخرج خريج يكون مواكب لسوق العمل. وده اللي بنعمله دلوقتي في مصر، إن الجامعات لازم أي جامعة تتعمل يكون ليها توأمة، والتوأمة دي معناها إن في تعاون مع جامعة أجنبية، بنعرف إيه العالم محتاج إيه في هذا الزمن، مش بس هطلع خريج يناسب السوق المصري، لا، انا لازم كمان اطلع خريج يناسب السوق العالمي. احنا عارفين ان حوالي 14% تقريبا من الوظائف هتضمحل في العالم، لكن في نفس الوقت الوظائف اللي موجوده، الوظائف الثانيه محتاجه تطوير، محتاجه ان انا اعمل نوع من الدراسات والمناهج اللي هي بنقول عليها بين أكتر من تخصص، التخصصات البينية. على سبيل المثال كلنا كنا عارفين إن هندسة حاجة وطب حاجة، لا، ده دلوقتي الطبيب لازم يكون عارف البايو انفورماتكس اللي هي المعلوماتية، لازم يكون عارف الأجهزة الجديدة، لازم يكون عارف الكوميونيكيشن سكيلز أو إزاي يتعامل مع المريض. أنا بس بدي مثل على حاجتين كانوا بعاد جدا عن بعض، الهندسة هندسة والطب طب. لا، دلوقتي ما بقاش كده. في كمان الاقتصاد في الصحة، احنا ما كناش عمرنا بنتكلم على اقتصاد الصحة واقتصاد استهلاك الأدوية والحاجات دي، في تطورات كتير جدا مطلوبة مننا في هذا الزمن. طب دكتورة نادية، الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه عن أهمية النهوض بالتعليم أكد ضرورة الانتباه للفكر المتطرف وأن تتم مواجهته. برأيك كيف يمكن أن يتم ذلك من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟ فأي تعليم هذا مطلوب، سواء في التعليم العالي والبحث العلمي أو فيما هو في المدارس، وكمان في المدارس، لأننا بنشئ جيل بتفضل أفكاره موجودة. الحقيقة هناك بعض المغالطات وبعض التفسيرات، وزي ما قال الإسلام بريء منها، هذه التفسيرات بتاخدنا لورا. فمطلوب التطور في تفكيرنا بما يناسب الدين، مش بما يخالف الدين. محدش قال ان احنا هنخالف الدين، لكن ما نفسرش تفسيرات تكون خاطئة تجذبنا الى الوراء. طيب دكتورة نادية، يعني نحن نتعاون علميا وبحثيا مع العديد من الجامعات العالمية، برأيك هل هذا سيسفر عن منظومة تعليم مصري جديدة تكون مصرية خالصة، ولا حضرتك شايفة الموقف ازاي؟ لا، لا شك انها هتسفر عن تعليم متقدم. انا مش عايزة اقول ان في حاجة اسمها تعليم مصري ولا تعليم اجنبي، العلم هو العلم على كل مستوى العالم. لكن لما انا اقفل على نفسي وما حاولش ياخد خبرات الخارج، او الخارج كمان يقفل على نفسه وما يحاولش ياخد خبرات مننا، فاحنا لن نتبادل التكنولوجيا وهنكون منعزلين عن العالم. فهذا الانفتاح والتوأمة دي بتفتح مجالات كتير جدا، بتفتح تخصصات كتير جدا كانت غايبة عننا. بناخد خبرة الجامعات الأجنبية،
وعايزه برضو اوضح نقطه هنا، مش اي جامعه اجنبيه معناها انها جامعه مرموقه. فالمهم ان التوأمه بتكون مع الجامعات المرموقه عالميا علشان استفيد منها. اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي السابقه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.